السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اتمنى تكونوا بخير. معكم محمد من قناة الاختراع المصري. اولا عشان ما انساش، احب اشكر جميع المتابعين معايا على اليوتيوب والمتابعين فيديوهاتي اول باول والمعجبين بصفحة الفيسبوك. ثانيا، فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه حاجة زي منشار كده بأدوات بسيطة جدا، وهو سهل جدا. اصلا هنحتاج بطارية 9 فولت او شاحن موبايل 5 فولت، وانا احتمال هشتغل على الشاحن، تمام. وهنحتاج لموتور لعبة زي كده، ولو اكبر واقوى من ده يبقى افضل، وزرار باور زي كده، اي زرار تشغيل وفصل موجود. وهنحتاج لغطا كازوزة، اللي هو غطا كولا زي ده. بعد ما نجيب الغطا يا جماعة كده هنطبقه بالمنظر ده، وهنفتح له فتحة في النص زي كده على قد الموتور زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب المقص كده يا جماعة، وهنقص حتة صغيرة زي كده، وبكده بقى عندنا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام، هنركب الموتور، هنستخدم مسدس الشمع ونكتر من الشمع هنا يا جماعة، أهم حاجة. هنجيب الحجر وهنلحم الموتور فيه هنا كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طيب، وكده بقى عندنا المنظر ده اللي حضراتكم شايفينه ده. هنجيب الزرار وهنلحمه هنا كده، نلحمه كويس يا جماعة في الحجر. كده يا جماعة نكون خلصنا. نقدر بقى نوصل الماتور في الحجر ونشغله، او نستخدم الشاحن. وانا عن نفسي هستخدم الشاحن في الفيديو. وكده يا جماعة يكون عندنا المنظر اللي حضرتك شايفينه ده، ونكون خلصنا. فضل التجربة فقط لا غير. زي ما حضراتكم شايفين قوي جدا. اتمنى ان الفيديو يكون واضح والاستفادة للجميع منه. وطبعا ما تنساش عمل لايك والاشتراك معايا لمتابعة كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.